كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية كده. على طول بفيديو النهاردة ونشوف ده اللي جايب بيغسل سنانه في الملعب، جايب فرشة أسنانه معجون. شايفين بيدرو بلورعة وقفت ازاي ولا راحت يمين ولا شمال؟ أيوة شايفين، خد واخد الكرة و قوم يا نهار اسود، ده وقعه على الأرض فرطه. شوف ده، واو حطها في التسعين، الحارس كده تلبخ فيها. شوف ده كمان ماسك الكرة ومش قادر يدخل عليه، عشان عارف لو دخل عليه برضه لبسه الكوبري. أنا لسه هقول لو دخل عليه لبسه الكوبري، لبسه الكوبري. شوف ده الولد ده بيعمل إيه؟ يا نهار، إيه اللي حصل؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يا راجل أربع لعيبة في الأوفسايد. شوف ده كمان خمس لعيبة في الأوفسايد. إيه هو إيه الأوفسايد ده؟ إيه أمال؟ أيوه شوف ده كمان خمس لعيبة في الأوفسايد. إيه هو إيه الأوفسايد ده؟ إيه أمال؟ كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.